بازار میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. جب کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم الله وبركات الله، بسم الله وعلى بركات الله. شروع میں بسم الله کہنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم الله أوله وآخره. جب کھانا کھا چکے ہو تو یہ دعا پڑھیں، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. دودھ پی کر یہ دعا پڑھیں، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. جب کسی کے ہاں دعوت کھائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. جب میزبان کے گھر سے چلنے لگے تو یہ دعا پڑھیں، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. جب روزہ افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اگر کسی کے ہاں افطار کرے تو یہ دعا پڑھیں، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. جب کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھیں، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.